وين عاودوا نولوا نتكلموا اليوم وين غادي نتكلم نعاودوا نولوا نتكلموا بالناصر ويانال ثاني اساطير نادي ميلون وين يواصل الدولي الجزائري اسماعيل بالناصر خط في الانظار في منافسه في مناسبه منافسه الاوروبيه اوروبا ليج والكاتشيو الايطالي بمستواه وادائه المستقر في كل خرجات نادي ميلون الذي استعاد هيبته منذ تولي مدرب الإيطالي ستيفانو مقاليد العارضة الفنية لأصحاب اللون الأحمر والأسود بعدما بلغ مباراة 23 دون يعني وين فاز نادي ميلو نقولوا وين انهزم نادي ميلو في أمام ليفربول يعني ونقولوا باللي هذا وين مباراة أساطير ميلو والكرة القدم الإيطالية يعني فرانكو باريزي المدافع المحور الأسطوري لميلو بأداء الدولي الجزائري في مباريات التي لعبها ما جعله يغرد على موقع التواصل الاجتماعي للتويتر قائلا بالناصر في كل مكان وأرفق تغريدة بتحية للدولي الجزائري الذي في كل نهاية المباراة ينال إشادة أحد أساطير ميلو أو الكرة الإيطالية على غرار الساحل بيرلو في ذات سياق غرد ظهير أيسر للمنتخب الوطني يعني المنتخب الإيطالي باندهاشه وإعجابه بالناصر يعني بالناصر وين دائما وين يصنع الإشادة رغم أن الإصابة اللي خلاته تراجع نوعا ما في المستوى تاعو لكن شاهدنا كيفاش المباراة الأخيرة أمام ليفربول يعني وين كان حسن مانع يعني كان حسن مانع في المباراة رغم أنه خرج في الشوط وين ما كملش البارتية لعب خرج في 85 دقيقة وخرج في 5 والله ماني عاقل وخرج في 85 دقيقة وين قدم مردود يعني وين إشادة كبيرة وأرقام مميزة وين رغم أن بن ناصر وين تعرض وين نقولوا بلي لإشادة كبيرة من قبل جماهير ميلو وذلك على خلفية أدائه الجيد أمام ليفربول في الدور أبطال أوروبا رغم أن خسارة ميلو أمام ليفربول بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من منافسة دور المجموعات يعني البطولة الأوروبية للأندية وكان اللعاب وسط الخوض مر بجانب موضوع في مواقع تاع أنصار ميلو ليتحصل على تقييم يعني من قبل معظم المواقع العالمية المختصة في رصيد الإحصائيات وتحصل بالناصر على تقييم 5.8/10 من قبل موقع أوردا سكور كما منحه موقع سوفا سكور هو الآخر تقييم 6.4/10 مستويات اللي نقولوا باللي رغم أن المستوى وين راه في تصاعدي وين قدم نجم المحارب لا تحجب تحقيق 3 أرقام مميزة خلال موقعة الأوروبية أمام ليفربول ورصد موقع سوفا سكور الشهير وحقق بالناصر نسبة نجاح في تمرير وين تنهز إلى 90% كما فاز بسبع صراعات ثنائية من جملة 8 جمعتها بمنافسيه فضل عن ذلك النجاح في قيام بأربع استخلاصات ناجحة خلال المباراة وما زال الموهبة السابقة لأرسنال يبحث عن استعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية بعد أن عانى طوال الأشهر الأخيرة من لعنة الإصابات العضلية حنا نتمناو له لعب هذا رغم كاين انتقادات ما كاينش كاع الناس تشكر فيه ولا بصح كاين انتقادات بصح كاين يعني وين نقولوا بلي ادم للناس وين كاسب كسب يعني مستوى كسب سمعه في ايطاليا خاصة في ميلو خاصة بين انصار ميلو لما والمدرب تاعو ستيفانو اللي دائما راه يشوف بلي ادم للناس راه جاي في الطريق الصحيح راه جاي بخطه ثابته والعوده الى مستواه الحقيقي خاصة وين شاهدنا كل مباريات وين لعب فيهم الشوط الثاني يعني لعب 20 دقيقة ربع ساعة شاهدنا امام ليفربول مباراة قوية جدا
باش مدرب يديرك في كونت ليفربول في مباراة قوية، يعني راه داير فيك ثقة كبيرة، راه داير فيك ثقة كبيرة. هذه نقولوا بلي ودي اليوم وين آدم الناس، وين يوم المباراة يوم الأربعاء وين قدم ما عليه، يعني وين قدم ما عليه، عندنا إشادة كبيرة من عند باريزي، من عند يعني كاين لاعبين كبار، وين مالديني دائما وين واقف في جنبها، يعني دائما سورتو مالديني وين معجب كثيرا بالناصر، وين دائما وين من يطرحوا لي سؤال، نهار اللي جاب بالناصر طرحوا لي سؤال شي قال لهم جبنا احسن لاعب في افريقيا في الدوره، في الدوره دوره كاس افريقيا يعني 2019 وين دا احسن لاعب، قال لهم جبنا احسن لاعب، شو شي قال لهم سنينا الاحسن لاعب جابوه ب 15 مليون راه واصل 70 مليون ماشي باغي يبيعوه، قلت لكم بلي ما يبيعوهش ضروري، يعني قارعوا لل يحلوا هذه كورونا وهذه والاموال يرجعوا كيما بكري وتشوف بالناصر كيفاش يروح، وما وين جابوا عدلي وما بالك الصيف يعني غادي بالناصر ما غاديش يقعد، غادي يخرج من ميلون كي جابوا عدلي وعندهم طونلي وعندهم يعني كيسي وبالناصر اللي غادي يخرجوا من ميلون، جابوا زوج، جابوا في مكان كيسي ومكان بالناصر وين غادي يبيعون بالشكارة، الشكارة تهدر، هذه هي وين نقولوا بلي بالناصر العودة تاعو سوف تكون قوية إن شاء الله. ما أنا كما قلت لا خوف على بالناصر، لا خوف على بالناصر، هذه هي.